بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وعن قبل الله بإن آيات لباطن يصدح إلى آيات اللحدن إيو اللبا سورة الشعراء نبي الله موسى عليه السلام فرعون أتقبال ليلي والله هذا الرسالة أبندك مركا وحو فرعون كجوابي مركو نبي موسى يمد ألم نربك فينا وليد ميانا كتربينين أدقو الميرة والله بست فينا من عمرك سنين انت أجرتين ودمي هذا نلتشوغن وفعلت فعلتك التي فعلت فالكي أتبايسين شوكي لأغامها قال ذات كميتها والنعمة كما شكري وحو لنبي الله موسى فعلتها واسم يسدها إذا وقتها وانا نقول من الضالين الجاهلين تاكم إذا لم يقررين حالا ففردت منكم لما خفتكم بركا إذا كبغضا إذا كعرري فواب لي ربي حكما ربي حكم بوئسي النبي النمو وجعلهم المرسلين حالة السيدي فرمتا أقنو إلى النبي موسى حالة السيدي ويكدو وانتهي النبي بانا يقول كلها اللي قال فرعون مكة وحولي جوابتي فرعون وحولي وما رب العالمين فالعالمين تربي قيدة أتشيغيسو عالمين تربي قود أتشيغي سيوان محيي قال وحود إنه إله موسى رب السماوات سمد ربي قيدي وي والأرض أرض ربي قيدي وي وما بينهما إنت أدحي سربي قودي وي إن كنتم هداتين موقين إنك وحي يقينني هداتين أنه ربي قيدي صادر يواكا فرعون لقد دوري ننسيدان وكالين وحيد حاجوت كقالو إنه وحدي لي أحايد مركا الله وعفسي كتوري والنبي الله موسى وكل علاياه بكو نبي موسى رب العالمين باي صادري برب العالمين كايغا شيكيبول ما ابو كعبر ما يا لا عبر ما لا يعقل كا لا عبر وها اجيغيسه رب العالمين كي مخو ياه و هو نفرون كجوابي كارين او كدودي كارين بو جوابو سمد يا ارض ربك الها وي انت و دحيس ربك الها وي هدا دي واخ غرانيسا كما جوابي كار فرعون قال فرعون وحيري وما رب العالمين عالمين ترب جاد وامحي قال النبي موسى وحيري رب السماوات هو رب العالمين كو رب السماوات السمدة سموين كرب الوادي وين يوال أرض أرض ذي وما بينهما أنت والحيسة إن كنتم هداتين موقنين كوح يقينين هداتين وح وحيد كدنا دعيان حال دوسدا قال وحيري فرعون دودي ذي كم دودي كر رب السماوات والأرض لمن حوله ودتك هريريسا وحكويلي ألا تستمعون إذا أنك نقسنا إنه إذا مخلين بكويلي فرعون كما دودك الرب السماوات والأرض أول بكسو ما علمت لكم من إله غيري إلا أن نقه إذين مؤغي مركا رب السماوات والأرض دي كما مر بكارو قال فرعون وحكويلي لمن حوله ودتك هريريسا جوغي ألا تستمعون ورمي إذا نقسنا إنك نحكوالي قال هذا نموسى مركا لوحولي ربكم ربك إنيوي ورب أبائكم أبيوك ربك قديوه ألا ولين إهره تنا كما جواب كره وحب الشيء جاية وفرعون هذا وانين إن لا تشوجي أبيوك إنهره أباباي كيو ربك أهوي بوليه مرك فرعون مده كرده كواه أنا ربي وامده كره فرعون أبدا نبي الله موسى وحوجني قال وحب ربكم ربكين ورب أبائكم أبيوك ربك قديوه ربك قديين شيء جاية ألا ولين إهره قال وحب فرعون ملك الوب وذيو إن رسولكم رسول كين الذي رسولك أرسل إليكم الذي صادري لما جنون وعليه مركو رب أنا نجاي شيء جي وإلى أنا نجاي شيء جي جواني وعلم بون قل هذا نكو عق قل هذا نبدو وهو كعقلي عقل قاضي محمد صلى الله عليه وسلم هاي حالة ماشي مرة سوى استعد هاي بكر رسولكم بوي رسولكم رسول كأنه مدهن رسول كين بوي سوى سكدوا يا أنا رسولي ما أبو ليه قال فرعون وحولي إن رسولكم رسولك إنا الذي رسولك أرسل إليكم الذين صادره لما جنون وابوا ولا يقول قال هذانا وحولي النبي الله موسى رب المشرق وين أنو ربك عن شيء جاي رب المشرق حق بارقة ربك ورب أوي والمغرب حق قلباتك يوا بينهما أنت ولا حيس إن كنتم تعقلون هذا وحجر نيسا هذين وحيد إن كنا عدا عيان أنو ربك بركوا هاي كذا كان تاي ده عدا دو رب تاي سيدا عكس جاي الله يمو qorraxdu meeshii ka soo baxdo meel aanay ka soo saar meesha uu dhacdo meel aanay u sii fiyaadaa dad aad wax taayo aad wax garanayso way wax magba garanaysiin qaal wuxuu nabi ilaahay muuse
anu rabbigan sheegayay rabbul mashriqi haga qorax ka soo baxa iyo xidigu ka soo baxaan rabbigoodi way waa allah ku tasarrufa iyo magribi haga galbeedka ay qorxu dhaca uma baynuma inta u dhaxayse in kuntu badatiin taaquluna ku wax garan qala ninka baadilka waxa lagu yaqaan markii laga garheelo iyo xoog isticmaala xoog baadilkaas lagu yaqaan qala wuxuu leeyni taqata adad muusow yeelato ilaahan ilaahu qeyri aniga aan ahayn laajcalannaka waxan ka yeeli min almasjuniin kuwa xiriman ka yeel xabsigan ku geeyin xabsiga fircoonna xabsi dib badan weeyo oo ruuxi galay aan dib dambe rajo looga qabin way walla xabsigaad ugu idban ku galin buu hadaan xabbe aan idin sheegato asaba hadaan sheegato dadka ilo baadilka oo dhan baa sidaas oo markii laga garabo iyo xoog isticmaala qaal fircoon wuxuu dhileen inta qadada hadaad yeelato ilaahan ilaahu qeyrki aniga qeyrkay ilaahan hadaad yeelato qeyri aniga qeyrkay allaah ajcalannaka waxan ka yeel milan masuuliyiin kuwa la xiray qaal wuxuu yiri hadal dabacsan buu kula hadlay muuso umiyada xiri awalow jiituka xataa hadaan kuula imaado bishay shayn mubiinina hadaan kuula wax taamiyada xiri shay cad hadaan kuula imaado aqli gala xataa iska ka xiro hadalkii uu dabciyay nabi ilaahay muuse qaal nabi muuse wuxuu yiri atabisu umiyada xabaasi walow jiituka xataa hadaan kuula imaado bishay shay mubiinina cad oo waadixa fircoon wuxuu yiri markaa وسود بعد ما سيأت كيسن كره هي بتبع الله صار النبي الله موسى قالوا فأتي لك على به شيء عدد شيء إن كنت هداته من الصادقين كورن شيء هداته بل لك على بون فالقاو توري موسى عساه وش يسيبه توري في ذا هي وبيض الصعبان المسا مبيننا عض أو مسني مدي صعد هاي ونن شيء كوتشين وأفكي إيوه نوعي أدنى ونزع وكسر صار يده وقعنتيسة جاب كوكا صاري هل كانوا كسو صاري في ذا يوبيض بيضاء وعضو اشتيما سلنا ذينين كو ايجية او يعني بغير سوي بيضاء من غير سوي برسماها وافتين لبدا المعجزين النبي الله موسى مركز سينا يسوس علي طور سينا يكسو تببر قاتي والأشع يقعانتا بلقصو تببري كاد قد حماية مركا النبي الله موسى وقرانيا إن معجزينه بقرانا أول بلصو تببري marku nabi ilaahi muusa yiri war hadaan wax cad kuula ibaada ka waran yiri balde ka waxa jeeyay u shibu saa u tuuray masbay wa noqotay gabigeediba an in shaki ku jirin masnimadiis gacantina jeebku ka soo saaray wayba iftiimaysa wa 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 ba ilaah barasna ma firaa waxa la soo hordhay waxa la leeyahay qashooyinka adu qashadii aad u xog badnay markii labada mucjiso soo hordhigay uu kaadidi cishin kari waayay waa shaqo qisantaas Israa'iiliya wax sugan ma aha qala wuxuu yidhi fircoon faati la kaali bihi waxa aad sheegaysaa kan ku dhaadaatay mina saadiqina ku runtu sheegay falqa uu tuuray Muuse xasaahu u shiisii buu tuuray uu ku soo tababartay fiida waa bihiyado hiya iyadu mus'ubaan mas'a mubiin oo cad oo waadixa yaani basnimadiisa ashaki ku jiray ونزعه كسوس بيده وقعتيس من الجايب هل كانوا كسوس بحيه في ذا هي وبيضه بيضاء افتيمي سوالع ولا على لأن هذين روحي دي أركين فرعون مركب محوص سمين قال وحكوي لي للملئ جماعة يحولوا هديري ساحر إن هذا كان هو تلا ساحر وساحر بول عليم وأقويهنا يريد حدوني أن يخرجكم منه إذن كسار من أرضكم بلكن يسوي إذن كفرته بسحره سحر كيسو إذن كفرته فماذا تأمرون هذا أمر ليس فرعون هذا ضلت في سنة كور من كل لقى هير كوتا جنا والمحاد اللي يدين بل إلى تليه فرعون له هير كان ستة جني وحول فرعون دت كيس عقل وحماء نكرت وساحر قويها نويس وحول نرتب ونقول خنون إلى كفر سو إذا كقاتو بل سلك يعني بكوير فرعون باين قال وحول كل فرعون للملائكة جماعة يحولها ليري ساحر إن هذا كان هرت لساحر وساحر عليم أقويهنا يريد وحو الربا أن يخرجكم منه إذن كسار من أرضكم بلكين مصر بسحره إذن كسار فماذا شيئا تأمرون أمره إسان محيد لطاه قالوا حين أرجيه دبدك حالة ديسي وأخاوه لالكي وبعثوا ديك في المدائن مقالوينك حاشرينك وصوروا لي الساحرين يتوك وحيكو لئما بكل السحار سحر بدن كله عليمنا أقويهنا سحر سحر وحي قانونا فجمع السحرة ساحرين تبال سوء روريين لمقات يوم
maalin waqtigeed macluum la yaqaano wa kay maalintii ahay mawcidukum yawmuz zina wa yuhsharu an-naasu duhan war khibartin dadko dhan wad arkay taladi waxay ku dhiibeen qoladu la tashaday fircoon isagii walaalka xaaladooda dib u dhiga hadda waxba ka qaban kari maysine saahirin doon isagoo kale oo aynu suuxirka suuxir ka horgeynay qaaluhu xiri arjih dibdig iyo waxa walaalka xaaladooda dibdig wabaas u dir fil madaaini magaalooyinka caashireen kuwa soo shiriya yatuka kuula yimaadaan bikuul saahari saahir badan kulliga caliimin oo aqoon yahna fajumaa saahartu saahirintii waa la soo ururiyay limiqati yawmin maalin waqtiga macluum la yaqaano saahirintaas waxay qoliyeen 12 bay ahay 13 وقيل وحلقوا اللي الناس صدقك هل أنتم متابعون ورمصور ريسان صور ريكان دقنتاي وحصل عيسى اللي هو قلدي فرعون أسكت في صدقك سوين ملك ساحرين تروح إلى كان بينهن ورمس الدين كان تجنة ما شاء الله جب الله ما ينتجنة إن كان قيل وحل يرو قارقود قاركي كلكوا اللي الناس صدقك وحلقوا لي هل أنتم متابعون مصور ريسان لعلنا وحنودوا نحن نتبع السحرة السحرة دين رانو in kaanu haday noqdaan hubiyagu alqaalibin kuwa qaalibinta haday noqdaan war meesha miyeyna tagayn meeshina keenna tagnay saaxirintan haday ninkan ka qaalib noqdaan iyagoo raacina iyaga xaqi ku taagan bay idahne halantu mustabicun masookul maysa la'allana waxaanu dhawnaa inaan tabacu saaxirta saaxirinta inaan raacno in kaanu haday ahadaan hubiyagu alqaalibin kuwa xoog roonaad haday ahadano sixirkoodu sixirka nabi muusa ka badiyo iyagoo dhin raaci damba inagu qabatay falama jaa saaxirta ساحرين في مركز يمادين قالوا وحيكون لفرعون وفرعون وحيكون إلى هذين أين لنا من نوصلنا هذين لأجر أجر ما لنا إن كنا هدانا نحن أنا الغالبين كوا أتكاد هدانا نحن أجر ما لنا قالوا في نعمها وإنكم يدوك إذا وقت قال ملا المقربين كوا لنوي برمان كما يدوكوا دارمون بماشي كما يسوي أجر ما لنا هدانا هدانا أتكاد إنت هاد أجر اللي يدهم بولوي إذن دلعسين بول oo kuwa ila fadhiya adduun qonaysa yu ku yidhi ninki fircoon ah meel xubay ka madaysa falamma jaa saharatu saahirinti markay yimaadeen qaalu li fircoon waxay ku yiraahdeen a inna lana ma noosugnaaday la ajrin kharash ma noosugnaaday in kuna hadaan anagu nahay nahnu anagu alqaalibin kuwa qaalib noqday qaalu fi nacam ha wa innakum waliba idinku idan waqtiga la meel muqarrabin kuwa la dhawayaatiin majliskaad imanaysaan qaal lahu muusa muusa wuxuu ku yiri alqu tuura ma shayga antum idinku mulquna atuuraysaan فالقوا ويتورا حبالهم حركهودي وعشيهم اولهودي وقالوا وحنا بعزة فرعون فرعون عزيزي سانو بركيسانينا إنا أنقول نحن الغالبون كوا أدقبا ولنا وحيوتان ماشو وميل وقرحوه ماشو وميل ديحوه بناوه مدول بوحوتا قل إي حرق زي بقوح ليلة لمريه الدهب للدلال بالمريه قرح ذو مركي قبطه ذاتكين أي دلتو بيهين إنا دقنقاك بالمودي وإن السرحاضو wax dhaqdhaqaaq oo saw dhaqdhaqaaq baa la moodi wixii bay dhulka soo wada dhigay mid waliba hal qol iyo wuxuu wataa iyo hal xariiq falamma jaa saharatu saahirinti markay yimaadeen qaalu li fir'aun fir'aan waxay ku yiraahdeen a inna lana manoosunaade la ajran in kunna hadaanaha nahnu anagu alqaalibina qaalu xin amha wa inakum waliba wajid alhasin idan waqtiga la minal muqaddabina qaalu wuxuu ku yiri lahum iyaga muusa meesha waa la soo gaabiyay iyaga ku horeeyay muusa ma adiga tuuri mas anaga tuura markaasuu muusa ku yidhi idinku tuuraday yu ku yidhi qaal allah muusa wuxuu ku yidhi alqu tuura ma shayga antum idinku mulquna atuuraysaan falqaw way tuuran xibaalahum xadkahoodi wacisiyahum ulahoodi waqaluu waxay dhan bicizati fircoon fircoon sharaftiisaanu barakaysanayna ku dhaadhan oo ku tawasulaynaay ina anagu la nahnu anagu alqaalibuna kuwa adag baanna waxay meesha soo dhigan bifariisi la yaabay waa halnina wuxuu haystaa ulbu haystaa gacantiisu way cadaanaysaa waa nin kaliya Harun ba agtaagan iyaguna boqolal iyo sida u soo daadiyeen wada wax walayn bay soo daadiyeen falqa uu tuuray Muusa Muuse asaahu u siisay buu tuuray fayda waabahi iyadoo isla markiiba hiyadu talqafu gurubsanaysa baa yafikuna wax been abuurteen la sixilkan waa been abuur waxay soo been abuurteen isku soo dhoodheen taasi buu gurubsanaysa mas afweyn la bay noqotay oo sida uu qaaday kulli wada liqay wixii oo dhan iyagoo indhahoodu shan yihiin bay kulli wixii oo dhan wada liqay meel ay geysiin laba ogaa
كل وي وضع لقضي وحاسها فرعون كدعي فالقاو طوري موسى موسى عساه أشي سيب طوري فإذا واب إيضا أشي هي إيضا تلقف قرب سريسة ما يفكون وحي بين أبورتين وبين تأها فالغي السحرة ساحرين تيوالة في ذي ساجدين يقول سجوت والة في ذي وحين يو قرنين وي إلهي حقي بفهم سيوي بركي ماشي يمادين وحيها ساحرين ساعدي قده دي أولياء الله نقضي ساحرين تي إله قدر ديس وماشي اللي إله ده علمه كما دار ولو علم السحر بها هذا لما كانوا علمه يقينين بيوحن إنه السحر هينكو قرتين فانت يا سحرة ساحرين تي والة في ذي معنا ويد عين ساجدين يو سجوتا قالوا حيلهن آمنا وارثمينين برب العالمين عالمين ترب جادي ما رفوميني رب موسى موسى رب جسي وهارونا هذين الرب موسى يهارونا كدرن فرعون حال صورة قال إنه كفسره رب العالمين كوانيك إنه كفسره صورة قال فرعون بل كرب موسى وهارونا بيل سي فرعون ونميرشا ولو حبيهن قالوا حيدا أمنا وارفوميني برب العالمين عالمين ترب جادي ما رفوميني رب موسى وهارونا قال فرعون سب ذو حوله أأمنتم رفوميسين له موسى قبل أنا أذنى أنون إذن يعني إذن كيغا كهر لكم إذن كان إذنين إن هذا إذن قال سام بيهي وأن إذن الله هاي لكبيركم أضيقي نوي الذي أضيقي علمكم إذن باري السحر السحر كإذن باري فلسوف تعلموا دوالي قاندونتا وحان إذن كنغو وابد قاندونتا لو قد عنا وانقوقين أيديكم قعمهين يواجدوا لكم لقيهين من خلاف استببر بانقوين استببر والله أصلبنكم وان إذن دلدالي أجمعين دمانتين صلبقوا حوي روح أنت geed sida loo dul saaro intu geed sa u dul saaro sa loo jiifiyo ya gacmihiisa lagu hiso qodoba lagu dhadhaji way qodoba lagu dhadhaji saasu wadan yahay wadan yahay dawladdi reban al abbas ya dadka daldali jiray dadka inta badan dadka daldali jiray dadka bidcada ya inta badan daldali jiray wuxuu yiri fir'aawn ma anoon idin baad rumaysan macnaha in taladu faraa ugu jibso tusaaleenaya in aad iga idin qaadataan bay ahayde in aad degdegtaan ma ahayn waxaan ogaaday buu leeyahay inuu saaxiibki ugu weynaa idin baray uu yahay waad ogaan doontaa waxa idin ku sameeyo oo waxay waxaas gacmaha iyo lugaha isaba mar u goyn waan idin dildeli saasa idin dildeli go ahad dadko dhani way ogihiin inay beenti tahay fir'aawno waqtiga koor ismaba aragba saaxiibinta iyo nabi muuse waqtiga koor ismaba aragba ismaba aqoonba markii horeba qaala wuxuu yiri fir'aawn aamantu marrumaysan lahu muuse qabla an aadana intan idnay kohor lakum idinka idnay innahu fir'aun lakabirukum odayginin way alladhi kabirki calamakum sihra sihirka idin baray falasawfa ta'lamuna walla mardan baad ogaadunta waxa idin ku dhabto law qadana wa jarjari aydiyakum gacmihina iyo warjulakum lighina min khilafin isdaba mar baanu jarjari walaw sallibannakum wa idin daldali ajma'ina damantin qalu hayrahi la dayra dibmas inna anagu ila rabbina rabbiga yaan munqalbuna u gadoonay inna anagu nadbuu waxa rajaynayna an yaghfira lana rabbuna rabbiga yaan noo dhaafo khadaayaana gafaftayada muxuu noogu dhaafay bi ankuna inaannu nahay sababteeda awalul mu'minina mu'minina ugu horeeyay nabi muuse iyo mucjisadiisa ku ugu horeeyay mar hadaan anagu nahay alla rajay ka qabnaa inuu naga dhaafo la dayna faqdi ma anta qaadin inuu ma taqdi hadii hayati dunyada bayri waxaad xukumi xukumi wax dhiba anaga nama hayso anagu allah baanu ku xidhanahay baydaan qaalu wax ila dayra dib ma jiro inna anagu ila rabbina rabbiga yahay xaqiisan mu qalbuna u gadoomayna allah baan raacayna inna anagu nadmucu waxa rajaynayna oo damac naga jira an yaghfira lana rabbuna rabbiga inuu noo dhaafo khadaayana gafaftayada iyo wixii aad nagu qasabtay muxuu allah noogu dhaafay an ku nabay an ku na inaannu nahay sababteed awalul mu'miniina mu'minintu ku ugu horeeyay yaani muuse ku ugu horeeyay mucjisadiisa xaaladu markay halkaa marayso waxa way muddo dheer baad lagu soo jiray dacwad soo jirtay 19 sano iyo dacwad soo socotay marka qisadii waa la soo gaabiyay suuratul a'raf iyo suuratul dahr iyo suurada qisada ugu balaadan waa la soo gaabiyay qisadii markay wax walba la isla soo maray ya nabi muuse marka amar la siinayo waxayna waxaanu waxyoonay ila muusa an asri guuri gali bicwaadi adoomahayga innakum idinka mutabacuuna waa lidi soo raaciye faarsala wuu diray fircoon fil madayni magaalooyinka xaasirina kuwa colol soo dhasoo ururiya oo muxuu yiri inna haulaa kuwaasi la shidrimatun koox yar weeye qaliiluna oo yar wa innahum iyaguna lana anaga la qaayiduna way naga cadhaysiiyeen buuri wayna anaguna la jamiicun dhammaan
حاجه هو بكد دكتوني اول ما كنت لا قالوي هو كيغي وحولبا وان ودنا نبي الله موسى وحا لو وحيوده هيك هبين قوري marka waxa la leeyahay xulli badan bay ka soo urursadeen oo aroosi waxaan leenahay iyo ka soo urursadeen marka way bixeen habeenimay bixeen iyagu habeenimay bixeen ee fircoon waxi soo bixdoon habeenki ba yar madoobaadi ba la leeyahay markii waagu bariyay geysu yimaadeen oo soo bixeen adu qasadu de way daareen waxayna waxaanu wuxuuna ila Muusa Muuse an asri guura gali biibaadi adoomahayga innakum idinkum mutabacuna walidi soo raaci doonaay فارسلوا ودر فرعون فرعون في المدائن مقالوين كحاشرين كوا صوروا ريعو الكيتي بقلال كون أعيدنا يصوروا ريعو فرضوه ديوتا يوحو البوتا معولي فرعون إن هؤلاء كواس بحي لشرذمة كوحوة قليلون أوير وإنهم يبون لنا أنك لغائدون وإنك عليس ينبوه إنه واحد عانتو قتران بيلتها وإن أنك لجميع لمن حاذرون ومكدكتون هبون أول ما كنت لك سنين فأخرجناهم سبب كي هو كجب حي إسقى فرعون بسبب سبب كي هو مجالدي يبرواقدي كجب حي وحد جهلاقي سأب حي إسقى أبابلي فأخرجناهم وانكسر الرئ فرعون من جنات بيره يو عيون اللاجه يو كنوز حولك هيدا يو مقام من جوري كريم ولا سبب انكسر كذلك ألمت كذلك عرض وسدا ورثناها أرضينا واحد حسيني بني إسرائيل شبر إسرائيل بعد حسيني مثلا هذا الشرح بيقول بانتاي نكي فرعونها وهي برواقو كجر ولا قصاري واد النيل وإلى تضبة خليج بالي واد النيل تضبة خليج تضبة إلى أيار يربا كبغض يا كبغض بدأ أي أسوأ بحيان وبدأ بحر قرز موي بدأ يكون هلاك سامي دوناني وبدأ عسير في أكتنا الله وحليه فأخرجنا وانكسر لفرعون يدد كيسي من جنات بيره هي وعيون لاغو iyo kunuusin maalkayda iyo maqami guri kariimina wanaagsan kadalika al-amru kadalika xaaladu saasay ahayd warasna hawaan dhaxsiina bani israayila fee bani israayil waa la dhaxsiye macneedu waxa weeye shaam markay yimaadeen oo ardu falastiin yimaadeen masarna iyaga maamulkeeda lahaa masartii ay ka soo baxdeen fee qibdigu ka baabeen maamulkooda ka bani israayil baa lahaa masarna ilaa ugu yar baa u dhaxayso ee Sinaay baa u dhaxayse waxa dhamaa Sinaay baa u dhaxayse marka waa dhaxsiinay waa sida macnaheedu sidaas aan isku waafaqsan yahay waa urusnaa waan dhaxsiinay ee bani Israa'il dhulki Masar aha yaa dhaxsiinay ee bani Israa'il faatbacu Fir'aawn iyo dadkiisii way raaceen ee bani Israa'il mushriqiina waa bari markay qorax soo baxday atbacumta waxa laga wada way soo gaadheen way soo gaadheen hadda af Soomaaliga way raaceen markii ay way ka daba tageen bay noqon meesha waxa looga jeeday waa barigi ba isku soo baxay way faadbacuuhum way ka soo daba yibaadeen oo way soo gaadeen mushriqiina waa barigi markii qorraxdu soo baxday falamma tara aljamcaani labadii jamac markay is arkeen qaala waxay dhahay saxaabu Muusa Muusa saxaabtiisi inna anaga la mudrakuuna waana la soo gaadeeyday waxay yushacbinu nuud ilaa Haaruna meel buu dad kaga jiraa yushacna meel buu kaga jiraa Muusana xagee lagu amray aniga halkan baan la amray buu nabi Muusa xagee lagu amray waa kuwa dadka weyn soo gaadhay badi waa hortooda cadawgina waa kan inta uu soo jiraa iska ma difaaci kana xagee lagu amray ani halkan baan la amray buu meel kale lama amray falamma tara aljabaani labadii jabac markay is arkeen qaala waxay dhahay saxaabu Muusa Muusa saxaabtiisi inna anaga la mudrakuuna waana la soo haleela waa kuwa culki qaala nabi Muusa wuxuu yiri kala maya wax culaho inoo imani ma jiro inna maci aniga macayga waxa rabbi rabbiga baa sayaa diini wuu igu hanuunin doona meesha aan mari doono iyo meesha nu ka talaabi doono Allah wuu hanuunin doona wax dhibaato ma jiraa qaala Muusa wuxuu yiri kala may wax dhibo ho jiraa ma jiro inna maci aniga macayga waxa rabbi sayaa diini wuu hanuunin doonaayo meesha aan mari lahayn isaan ku badbaadi lahayn Allah baa yaa hanuunin wuu Allah subhanahu